سكر ما علينا إن بالمرصاد بفلاش باك. كيف ينكر عندنا لقطة وشاهد ما غفلنا لو غفل عن المشاهد. لو نسوا الناس حنا ما نسينا إن بالمرصاد بفلاش باك. نمدح الإبداع ونذم التراخي نكره الأحزاب ونحب التراخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، حياكم الله مشاهدين ومتابعين قنوات بداية، متابعين برنامج الاستديو، متابعين حلقة فلاش باك. رحب فيكم مجددا، رحب بالمشاهدين المتابعين الجماهير كذلك المتسابقين، ورحب بالزملاء النقاد المتواجدين معي دائما وأبدا في حلقات فلاش باك. عزيزي محمد حياك الله. مسهلا أبو عبد الله. العناوين وين؟ بدون عناوين اليوم، اذا في ضيقه ما نجيب عناوين. معناته يعني هذا مؤشر للمشاهد ان في حال ما جيناك بعناوين اعرف ان صدورنا ضايق، الوضع صعب، صعب جدا. طيب اسمحوا لي ان ارحب كذلك بالزميل فهد بن معيان، حياك الله يا ابو معيان، صبحك الله بالخير. الله يحييك وصبحك النور، رحب فيك ورحب في زملائي النقاد، والله يعين. نعيم اللهم امين. كذلك الله ينعم عليك ابو سالم محمد بن دعيلم، صبح عليك بالخير ورحب فيك مجددا. الله يصبحك بالنور والسرور، انت واخواني النقاد والجمهور امام الشاشات، اهلا وسهلا. والمتسابقين هل نقول امام الشاشات ولا خلف الشاشات؟ امام الشاشات، امامهم، امامها، امام الشاشه، يمين خلف الشاشه، ما بعد. طيب. خلف الشاشه الوايرات الاتش دي بلاك. احنا وين؟ بالشاشة ولا خلف الشاشة ولا أمام؟ احنا بالشاشة هم أمام الشاشة. الواحد بالشاشة، احنا بالشاشة والجماهير والمتابعين. الواحد بيشوف يجلس أمام الشاشة ولا أنت فهمت اليس؟ بالشاشة، بالشاشة. طيب أول شيء نتكلم عن آخر الفقرات. شكرا عبد العزيز بن سعيد على إبداع المتميز والتجدد وحضوره الإبداعي، كذلك أحبه وأستمتع دائما بوجوده وتواجده على كذلك الشاشة. أحمد الغامدي وكذلك مسؤول المتاجر، احمد الغامدي مسؤول متاجر نقاشاته مع المتسابقين، دايم فهد يستبق كل شيء. شكرا لك ابو معيان حبيبي. نبارك لعايض الحارثي حصوله على الحصانه من البرايم، يستاهل عايض. انا عايض تعرفت والله في خلال 12 ساعه على صدمتين من عايض. الصدمه الاولى ان امس جاني بهديه حلاوه حلو، الله يجزاه خير، يستاهل صدق انها محباله. اسمع تشوف الموقف العجيب وين. انا استاجرت لي شقه يعني صغيره كذا على قدي، ما علمت احد، طيب ما حد يدري ولا اعلنت، ولا يمكن حتى انت تو تدري. اي والله انا تو. حلو. علمت مين؟ سعود. انا جالس انا سعود اعلمه شو اللي عاد داخل بالحلاوه هذا عشان بيتك الجديد. طيب كيف درى السؤال؟ كيف درى؟ سمعكم وانت تتلفون يمكن. لا الحلاوه جاي من برا، ما ادري. طيب ابو علي ابوه والله انه جلطني امس، افكر كيف درى. انا ما علمت احد ولا علمت، يعني ما بقول حتى اتهم معي جوال. لا 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 شوف رصيده عالي، الرجل تغير. اذا اتهمت معي جوال انا ما اعلنت، انا ما قلت شيء، ما قلت. لا 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 شوف انا اثرت عقليه عايض الحارثي خلال اليومين هذه. امس نصح نصيحه، وجه نصيحه زينتك. اي والله زين الحمد لله، ابشرك كلام موزون ستر الله عليه. اي والله والله نصيحه. طبعا ارصده المتسابقين قبل وبعد الشراء كان هذه بالربعه 2211، بعد الشراء 1104 بعد شراء المتاجر. عايض رصيده الظاهر 400 بعد الشراء 12، نواف الظاهر 2823 بعد الشراء 185، حنيف احمد 2374 بعد الشراء 2098، نادر كان رصيده 1962 بعد الشراء 1166، جميل 1839 بعد الشراء 1143، الحوشان سعود 1831 بعد الشراء 1397، محمد جابر 1511 الظاهر بعد الشراء 701، طبعا الدنعة 1483 بعد الشراء 607، العسيري رصيده كان 1321 بعد الشراء 383، بسام 1091 بعد الشراء 713، ماجد 1305 بعد الشراء 603، محمد كان 2202 بعد الشراء 1622، عبد الرحمن العزيزي 845 بعد الشراء 349، صالح البلوي 962 بعد الشراء 184، مشعل 790 بعد الشراء 112، العساف علي 651 بعد الشراء 473، فهد
579 بعد شراء 101، معجب 425 بعد شراء 69، مسفر 336 بعد الشراء 14. طبعا سلمان محروم من المتاجر هالاسبوع بعد، وكان رصيده 1625. كانت هذه اخر تحديثات في فقره البورصه. اليوم عندنا المحاول كثير، الحديث كثير، ودي هذه بالربع على طاريه يكون موجود الكوفيشن روم فيه المنتج الحصري. إيه نواف بن عياش، شكرا على تذكيرك. اللي اخذها نواف بن عياش، استغربت يا اخي والله من نواف بن عياش. ليه وش على شراء هذا المنتج حصري؟ حصري له عن المتسابقين يا فهد؟ لا مميز. اذا انا بنافس على منتج، بنافس على منتج يكون سعره رخيص ومستهلك واكثر مبيع. حلو صح ولا لا؟ هو ما اخذ شيء سعره رخيص، ولا اخذ شيء مستهلك، ولا اخذ شيء اكبر مبيع. انا كنت اتناقش مع احمد الغامدي سونو متاجر، كان يقول من اكثر الاشياء مبيعا عندنا اللي هو المكسرات واقل سعره، اكثر مبيعا واقل سعره، هذا المفروض تنافس عليه. طيب بس طيب هذا منتج حصري له عن المتسابقين، له رؤيه، له رؤيه ان في بعض المنتجات الحصريه. مثلا لما انا اشتري كفر تلفون مو موجود اللي عندي، في ناس من لا انا ابغى، انا بضرب لك رايه بيشتري شيء مو موجود. ابغى اضرب لك مثال يا محمد. الان عندنا، الان انا عندي مويه، عندي كاسه شاي، وعندي جوال. حلو حلو. المويه اكثر مبيعا، مستهلك، مستهلك وعليه طلب كثير. حلو، وقلت لك اختار واحد منها حصري، منطقيا تختار اختار واحد منها حصري يصير لك. لا ما فهمت. لا لا، في منتج يكون حصري، هو المنتج يكون حصري، المنتج نفسه حصري. هو فكرة المنتج الحصري ان المنتجات كلها، ان يقوم انا اقول والله يا فهد انا ابغى المويه منتج حصري، يلا يلا زود عليه كم تشتري حصري. فهد عشان تكون بالصورة، ليش اخذ المنتج الحصري انت يا نواف عياش؟ لان المنتج هذا ما راح يكون، مثلا انا اذا اخذت المنتج هذا ما راح يكون في متجر سلطان ولا فهد ولا محمد الدعيري، فاللي يحتاج المنتج هذا مستحيل ياخذه الا من متجر نواف عياش. طيب انا داري، لانك داري انا فهمك، تقول المفروض تاخذ لك شيء مستهلك ورخيص عشان يمشي وتقدر تنافس. له نظره في التيشيرتات يا فهد. اي استهلاكيا، هل عندك هل انا باخذ الشيء الاكثر مبيع؟ يا طيب التيشيرتات طيب ممكن تكون اكثر مبيع. لا مش وقتها، على كلام احمد الغامدي قبل شوي مش اكثر مبيع. اكثر مبيع الى متى؟ الاسبوع الاول؟ نعم. طيب مع الاسابيع الجايه احنا فتره تغيير جوي، وغير تكون اكثر مبيع. وغير كذا السعر، السعر يا الرجال يدرس يا السوق. لا بس انا دراسه السوق في سوق الاسهم، انت ما بتدخل في شركه الا وانت داقر السي في حقك. يا سلام، عندنا شركه ما في تكهن، ممكن يصير وممكن ما يصير. ابو معيان انا ما في اكثر مبيع، ايش ابي؟ اكثر ربح. طيب انا لما ابيع لي مثلا الماي 15 علبه ماي، وابيع تيشيرت واحد 30 علبة ماء، لا تفرق يا طيب. تيشيرتين لا تفرق. دقيقة يا سلطان، تفرق يعني؟ أنت كم تشتري التيشيرت مثلا ب 200 ريال ربحك فيه 50 ريال، عرفت؟ وعلبة الموية ب 20 ريال ربحك فيها 10 ريال، يعني كل خمس علب تيشيرت كل ربح. أنت تشوف فهد تشوف الشيء هذا خطأ، أنه وفش هذا حصري. أنا أتكلم، إحنا نحلل تحليل في أفضل منه يعني. إيه والمكسرات أفضل. طيب وجهة نظر كيف فهد، ونواف له وجهة نظر. هادي بالربعة موجود في الكوفي شن روم. اي نبيه هادي، حياك الله يا هادي. هادي موجود، ارحب هادي. هذه المرة رقم كم اللي جبناه؟ اول شيء بالله يا اخوي سلطان ارفعوا لي صوت هادي بالله، تسمعني؟ اقول مرة كم اللي جبناك خلال الاسبوع هذا؟ كم مرة جبتوني في الكوفي شن روم؟ كم مرة؟ والله ادري يعني كثيرة ما تقدر تحسبها. اي واجد. امس معنا، اليوم معنا، بعدين معك يا هادي. شوف ما اجي الا في شيء، وانا اذا كنتم جبتوني اليوم ما ادري على شنو. لا لا لا، شوف وش مشكلتك انت؟ هل في احد مستقصدك يخطي عليك في البرنامج؟ على عليك انت يخطي عليك؟ لا ما في احد مستقصدك في البرنامج؟ لا ان شاء الله. وليه جيت تكلمت على الهواء انهم قالوا واتهموني و و وصار؟ بالله اتهموني وش صار؟ وش اللي حصل؟ بس لخصه بشكل سريع، اتهموك في ايش؟ تقفيل الباب؟ تقفيل الباب يوم الشباب في الاستوديو، لاني انا اخر من دخل عليهم. وطلعت، انا طلعت من الباب ورحت عند الشباب. متى تقفل بالضبط الباب؟ والله فلا اعلم. طيب وقف جو الرياجيل ليال السلام انا وياهم، قالوا الباب تقفل علينا، و العصيمي حطه في راسي. اللي اتهمك عبد العزيز؟ اي. هل تشوف ان اتهامه مستقصدك مشخصنها معك شيء؟ شوف ما قلنا مستقصدني، لكن في سوء فاهم بيني وبينه قبل. ايش هو؟ اها بينكم سوء فاهم قبلها. ايه وش هو؟ يعرف فهد
أنا أسألك ما أسأل فهد. سؤال فهم طال عمرك على شلة إبراهيم. علامة. شلة إبراهيم طال عمرك معطيني القصيدة علي أساف. طيب. حنا في أيام الأفاتار يوم آخر يوم أفاتار. حلو. كنا مجتمعين في الفندق. أعطاني القصيدة قال هذه غنها. لحنها. غنها كذا على جوك. وبديت أنا أغنيها وطلع معي لحن. طيب. وقمنا سجلنا اللحن أنا وعلي أساف. علي أساف هي نرزق. طيب حلو. إيه وسجلنا اللحن. وأرسله الأخونا عبد العزيز العصيمي مسي عليه بالخير وخذ اللحن الرجال يوم جاء ودخلنا الاستديو جيت أنا قلت راني بغني معكم لبرايم إذا تسمحوا لي قال بس مرحبا بك يوم جاء تسجيل لبرايم جيت أنا ومحمد جابر خذيتها معي ومعنا محمد دنعة والرشيد حلو طيب ماجد دخلنا عليه في الاستديو قلنا طال عمرك نبي نغني لو واحد واحد سولو يكون أفضل عشان يظهر الإبداع اللي عنده حلو قال لا نبيها جماعية شلها جماعية كلكم تشاركون فيها حلو قلت أنا ما عندك مشكلة سجلت أنا وأخوي محمد بن جابر طيب يوم سجلنا وخلصنا طلع عمرك قال خلاص توكل على الله كنا حلوين توكلنا على الله قال اليوم الثاني اللي هو بكرة تعال جينا اليوم الثاني قال خلوها بعد بكرة قلت فعلك طيب طيب يوم جاء اليوم الثالث طلع فيه تسجيل صولو دنعة وصولو للرشيد وأنا اللي معطيه الفكرة على الأقل لا تخليني أغني سلك لي يا أخوي خلني أغني لي بارت واحد أتوكل ماني مسلك طيب هذا أنت شوف مسؤول الأعمال الصوتية عبد العزيز العصيمي الفكر ما أقول له شيء كلام غلط طيب الله يحفظه فيه كلام غلط عندك مصدر فيه نعم اللي هو جاني هذه بالربعة قال اللحن حقي ممتاز حلو أنا عندي سؤال اللحن حق البرايم الآن لمن بدايته مطلعه لا الا لا لا دقيقة مطلع اسمع اسمع لا لا دقيقة ما في شيء اسمه مطلع هذا عبد العزيز العصيمي ممكن تسمعني بس يا حبيبنا بس ما هو ما هو اذا جينا نحشر غيرت كلامك اسلم اسلم ايوه بس الان اللحن لحن القصيدة كامل لحن ابراهيم لحن مين؟ لحن ابراهيم كامل ايه قول له الله قول له الله حق لا اله الا الله المطلع من بدايته ايوه الين ما يجي الجماعية ايوه قبل الجماعية لي واللي بعد الجماعية لا بدت الجماعية مو لي عزبل عليه عبد العزيز العصيمي طيب عبد العزيز العصيمي يقول لحن انا ما ادري ايش اللحن اللي ترى من بيت الاول لبيت الثالث لحني بعدين غيروا اللحن يعني مكان صبا حط بيات وحط زيد عليه من بيت الثالث خلاص ايوه بس هو كذا ما تركب هي لا لا الشيء الثاني قصيده على لحن واحد ولحنها واحد لا لحنها مو واحد طيب لحنها مو واحد يا فهمي ما تحدق قصيد خليك على القصيد اللحن مش لا لا دقيقه دقيق. هو مش اللحن عارف لحنها لا لا دقيقه احنا جالسين نتناقش على شيء سطحي ايه بدون تحديد ايه خليك على القصيد ما خليك على القصيد زين زين القصيد القصيد الان الان انا عندي سؤال هل هو ابوريت ما اسمع هل هو ابوريت كذا لوحه هو ابوريت في بدايته اها بس في النص يدخل سولو سولو محمد دنعة ايوه الكورال ماجي الكورال لحن ويقول سولو لحن اي ها احنا قلنا له احنا قلنا له ما انت عندك ما عندك لك السولو ولا الكورال ابشرك ان العرب هذا ولا هذا سجل سجل لي في الكورو كورال انت شحنت منها يا هادي الصوره انا سجلت في الكورال سجلت في الكورال لحنك ايش هو منها سجلت في الكورال يا سيدي لحنك اللي لحنته هل هو للكورال ولا للسولو شغلي يا خلي اسمع هذاك نسيت يعني وقف ما ادري فين وقف 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 يا اخي انا عندي مشكله المعلومه الحقيقيه فين احنا وصلنا لنقطه طيب احنا بس بقول لي اتذكر فين اللحن يا سلام وبنرجع المعلومه الحقيقيه انه فعلا هذه بالربع لحن صحيح ما نظلمك واتفق صح ولا لا؟ إيه؟ وصلت عند عبد العزيز العسيمي قال عبد العزيز العسيمي لا انا بغير اللحن هذا اللحن اللي معتمد لحن ثاني الحين انا اللي فهمت من كلام هادي ان فيه لحنين القصيده وعادي تيجي فيها لحنين القصيده فيها مطلع وفيها فيها مطلع وفيها جواب وفيها جواب عالي لكن الكلام هل عزيز العصيمي غير اللحن كامل عبد العزيز العصيمي يقول ان هادي جاب لحن انا غيرته كامل غيره كامل عبد العزيز لا 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 فهد 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 سوى تعديل طيب والدليل فين العجيب وين اني انا جيت عند هادي عبد العزيز قال عبد العزيز هذا لحني طيب هادي ما قال لا ما قال طيب اقول شيء الحين الى الحين يا هادي ما في شيء خطا طيب جبت انت لحن طور عبد العزيز وين المشكله اللي بينك وبين عبد العزيز انا ما لقيت عشان ما يدري انا ما اقول انا ما اقول انا ما ننتقل للنقطه ننتقل للنقطه بقى النقطه بقى شيء عبد العزيز العصيمي واحمد مامي في الاستوديو ترى ثاني مره يتقفل عليهم المره الاولى اي انا ابغى عبد العزيز قال احمد حنيف تبين لعبد العزيز عن طريق احد المتسابقين
انه مش احمد يحدث هادي انه هادي اوف المره الاولى. طيب دخل هادي الاستديو يمكن كنت انا وياك موجودين البارح خرج منه طق وراح وخلاها انا اسمع اسمع اختلف هادي بالربعه وعبد العزيز الغسامي انه قفلت لا ما قفلت لا قفلت لا ما قفلت اعتقد ان احد المتسابقين شهد ضد هادي قام هادي طلع هو سعود الحوشان في الهواء ما شهد ضدي يا رهد بعد طيب اسمع انت تسمع لنا هذا الكلام قام سعود الحوشان قال والله ما حد قال من المتسابقين قال انا اتوقع انه فلان اللي بحرف النون ولا فلان بحرف الميم بحرف النون كم عندنا واحد بحرف واحد واحد من هو نواف والميم ونادر نواف ونادر حلو والميم مشعل وماجد ومحمد ومسفر ومسفر والله ميم واحد ضاعت وقال واحد بحرف العين الظاهر تعدى الثلاثة قال والله إنه واحد من هذا الثلاثة هذا صح حصل ولا ما حصل؟ أوكي حصل قدامي طيب كيف تقول كيف تقول ما حد شهد ضدي قبل شوي؟ شرط ديدي أنت تقول إنه شهد ضدي أنا إنه يقول إني أنا اللي قفلت أيوة ما حد شهد ضدي أنت تقول أنت سعود الحوشان يا هادي بس سعود هو اللي قال الكلام يا هادي سعود. أنا وأنت وعبد العزيز العصيمي وأحمد مامي والباب نعرف إن كنت اللي سكرت كلنا نعرف أنت تدري إن أنا اللي مسكت قفلت إيه كلنا نعرف كلنا وكلنا نعرف وكلنا نعرف انك جيت طال عمرك في الهواء في شارب نروح ابراهيم نفس في شارب نجيب لا 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 شوف 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 اي حاجه فات والله العظيم انت مشكلتك يا سلام بالله اي حاجه اي حاجه تقول تحط شاربي شاربي كلها الله كلها الله ابو ذر حاجه لا لا معليش هادي هادي عن اذنك بس ثواني هادي او فهد الكاميرات مليونر تقدر تعرف اذا هو هادي ولا مو هادي شوف ليش يشوف هو يحلف وتقول انا هذه ما جا حد الحين على الهواء على الهواء اذا كان الهواء شغال كاميرات ما تسجل ما تسجل اللايف ما تسجل اذا قفل داخل الاستوديو في انا امشي انا امشي الاستوديو في داخل اللايف شغال ما تسجل طيب واذا اصلا من داخل الاستوديو وهم مقفل من برا كيف تجيب هادي ممكن يضرب الباب ايش مشكلتكم مع البيبان يا هادي بيبان اي يا الله العظيم شوف قولها الله قولها الله يعني والله العظيم تسكير بيبان صنع محمد بيبان زين صنع محمد هدم بيبان زين صنع محمد صنع كتاب على البيبان اللي جوا صنع محمد صنع محمد عليه اول ما به يا فهد معي انا نبدا لهم منك هذا اول شيء الدل ما تكلم لا بعنك بعنك قولها الله لو ان انا مقفله والله ما اقولها في وجهك والله ما اقول اسمع والله ما اقولها في وجهك انا اقولها قدام عبد العزيز العصيمي انت لا تنك ما تحط رقبه يا هادي بالربعه صار على النبي لو انك صادق يا هادي بالربعه كان صملت يوم دقيت الباب على مختار خل مني مختار الحين خلني مختار طيب اللي كذب في الاولى يكذب في الثاني ها ما صملت ما اعترفت انت ما اعترفت الا يوم سلموك ابو جيجي انك انت اللي دقيت الباب على مختار حلفت لك انا انت بغيت تعترف الان صدقك ما صدقت حلفي بالله انت ما صدقت حلفي بالله بصرك يا اخي يا ولد قبلك مش على حالف وبين لك كذاب ودنع حالف انا لا حالة انا لا حالة تدري اني صادق يعني ذولا كذابين بيض الله وجهك نفسه طيب. نفس الحلف اللي ذاك اليوم يا هادي حلفي ذاك اليوم على خلافات طيب هادي 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 ارحب تاكد ان اللي اخطا وقام بالتصرف هذا التصرف السيء اللي احنا ما ودنا نتكلمنا عليه على هو وتكلمتوا انتوا عليه تاكد انه بنجيبه زين قول له هلا شوف عبد العزيز العسيمي عبد العزيز من اكثر الاشخاص عملا في المحتوى الابداعي من يوم طلع في الاعلام شوف عبد العزيز من اول يوم في سكريبت عبد العزيز لا يحقد على متسابق فهد فهد ولا لا يحقد على متسابق ام زعلان ولا بينه وبين اي متسابق اي عداوه على مر البرامج كلها لا تاتي تعلمني اني بشخصنا مع هادي بالربعه استاذ البيبان اللي دقدق البيبان على مختار اللي قفلها على عبد العزيز او يجيني هادي بالربع الان في شارب يطلعوني برا يا شيخ انت تدري ان فعلتك شنيعه وانك تستاهل على الاستبعاد لا لا ثاني مره لك والله ترى يا هادي هادي حبيبي ترى طفشنا من الوقاحه يا اخي انضبط يا والله العظيم يا اخي والله صار ممل يا اخي بعد اسلم هادي اسلم هادي عز عز شاربك عزه ما هو في حاجه تمسكه اني عازه واني لا لا عزه عزه لا 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 حطيت يمني على ما يصير ما يصير ما يصير يا ولد ما يصير يا هادي لا لا غلط والله اني صادق طيب طيب هادي تفضل قول له لا توضيحك الاخير بس عبد العزيز العصيمي اقدره واعزه واغليه وهو يدري بالكلام هذا يدري اللي بخاطري صار سوء فهم بس الرجال اتهمني وانا الظلم والله مدني كلش ما شو شوف هادي تاكد تاكد انك ما راح تظلم ولا حد بيتهمك كذا
مصير الشخص اللي قفل الباب بيطلع. الله يحفظك. اي حديثكم على الهواء وغيره سواء هادي او غيره تاكدوا ان اللي قفل الباب بيطلع. شكرا لك. ان شاء الله فادي عيان ترى شلبك اليمين اكثر من اليسار. شنو؟ فادي عيان شلبه اليمين اكثر من اليسار خليه يعدل. على الاقل اسمع يا هادي. تعال عندي احدد لك. تفضل تفضل. شواربنا يا هادي ما مسكناها ثلاث مرات ولا فعلنا شيء. نطولها ونقصرها طال عمرك على علم طيب. كفو. والله العظيم. كفو. ونعم. بس. كفو. طيب مسألة إن هادي طلع قبل نقول له ما يرجع الكوفيش الروم لين يعتذر من الكوفيش الروم. حقك. أبى أقول شيء، الشخص اللي يطلع الكوفيش الروم يحترم المكان ويحترم الشاشة ويحترم اللي يتكلمون معه. إحنا محترمينك هنا ومقدرينك. متى ما صار النقاش غير جدي واستهتار أنا أقفل المداخلة. متى ما صار النقاش فعلا أدري عندك شيء بتقوله بتتكلم وأنت شخص جدي لا أبعطيك حقك في هذه الفقرة، غيرها عندك المساحة كاملة. أما الكوفيش الروم لا، له احترامه وكذلك أنتم لكم احترامكم أثناء تواجدكم فيه. محمد كنت تسألني سؤال بس قبل يطلع هادي. شاك بحده هادي، لو شاك بحد أنه يسكر الباب يبلي يدري بسوء الفهم اللي بينه وبين دائما عزيز العصيمي. دائما المتهم يرمي الاتهامات، فلو سألته بيقول إيه. أنا اليوم زعلان جدا. عطوني أحمد حنيف في الكوفيش الروم، ودي أن أحمد حنيف يجي في الكوفيش الروم عشان نتكلم معه. قاعدة عامة. طيب قاعدة عامة. التظلم من أسهل الأشياء التي يعملها الإنسان. إني أؤديك وأخطئ ثم أذهب للتظلم. أنا الآن نقدر نقيمها حجة على هادي. كيف؟ جاب حجة عليه بسيطة. لعل بسبب أن عبد العزيز العصيمي ما خذ لحنك. ولا كل جابة بنيه ما سألنا عنها الموضوع ده. خذ لحنك ولا خلاك تغني. قمت تسكر عليه البيبان بعد الطريقة. لأن بنفس السبب مختار كان ماسك جوالاتك. قمت تشوت البيبان عليه. برضه. يعني عندك سابقة. صحيح. حلو. وربط جميل يا فهد. إيه ليه؟ الآن دائما عندنا شيء اسمه النية الإجرامية. ايش السبب اللي خلى فلان يرتكب الجريمه؟ مثل المال السايب. ايش ليش فلان ارتكب الجريمه؟ لا والله واحد هذه بالربع اقرب واحد لهذه الجريمه اغلاق الباب. لان بينه وبين عبد العزيز العصيمي عداوه. ولا من هو اللي بيسكر الباب؟ بيجي ماجد الرشيد يسكر الباب؟ لا ما بيسكر. العزيز يسكر الباب؟ ما بيسكر. العزيز بيسكر الباب؟ ما بيسكر. احمد حنيف اتهم في تسكير الباب وبرأه عبد العزيز العصيمي بعد اتفاق اثنين من المتسابقين ما هو باحمد حنيف ان هادي بالربح. تشوف ان عبد العزيز العصيمي في عمل كان ينفذه تندم انه جابهم وكان جايب عمل جايب هادي وجايب احمد حنيف. انا اشوف عقوبه هادي المستحق ان يحرم من الاستديو. طيب احمد حنيف موجود معنا في الكوفيش الروم. اخي حتى تصرف احمد قفلوا الباب الناس داخل. سلامات احمد حياك الله. ارحب. شلونك احمد؟ مرحبا الف. اليوم الاستديو 25 صحيح؟ صحيح. كيفك مع البرنامج؟ ابشرك الامور طيبه يا شباب. كيفك مع اخوياك؟ نحمد الله. صوتك بس ارفعوا لي صوتك. نحمد الله. انت مقتنع كل اخوياك معهم علاقتك زينه؟ ابشرك. كيف علاقتك مع نواف بن عياش؟ جميله جدا 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 جدا. بالله يا لدرجه ايش؟ احب الشخص. طيب اعطونا المقطع. الممارسة لازم تواصل تواصل تواصل. الشاعر صح؟ منو الشاعر؟ أنا أقرب مثال الشاعر. منو الشاعر؟ أنا أقرب مثال الشاعر. خامسة. لنفرض أنك قعدت سنة ما كتبت ولا بيت. طلع لك المقطع أحمد. الله. طيب تفضل أبو دعين. يا هلا أبو حنيف. عيوني. سعد الله صباحك. صباحك. شفت هاللقطة؟ أيوة. شنو سويت؟ فيه على صورة نواف بن عياش. كحيت. شلون كحيت؟ البوية كتمتك يمكن. إيش قصدك أنت؟ ما أدري أنا اللي شفتها والشباب كلهم شافوها شفناها ثلاث أربع مرات يعني. في تويتر منتشرة في كل مكان. تويتر الدنيا. وش سويت؟ تصرف غريب يا أبو حنيف. شو شو؟ اللي سويت الحركة اللي سويتها قدام الصورة. إيش هي؟ بست الصورة أنت؟ أنت بست الصورة ولا كحيت على الصورة؟ ولا دفلت الصورة؟ لا. عيب عيب يا. يعني إيش دقيقة؟ أنت تقول سويت تحسبين ما نقدر نقول إنك رحت يا أحمد حنيف دفلت على الصورة. أنت رحت دفلت على الصورة.
نقطة خلاص. عيب ايش؟ بصقت. أنا اللي دفلت ولا أنت؟ والله ما دفلت. ممكن يا حبيبنا أحمد أعد المقطع بس نشوف. أعد المقطع. أعد المقطع بعد إذنك. نبغى نشوف يمكن. كيف تفهم؟ احنا ما نشوف. يا عيال ما نشوف. شوف 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 شوف. بوس يا عيال. شوف شوف. يحبه يحبه. شوف. دقيقة بس عيدوا لي المقطع شباب عشان توضح الصورة أمامنا. دقيقة أيوة أمامنا. ها هذه بوسة ولا شيء؟ دقيقة. شفت الحين؟ أيوة الآن هذا الشيء. شوف. ها. بوسة بوسة يا. بوسة ها؟ إيه. عطيتها خشم ولا كيف؟ أحمد كذا كذا بعد. ها. أحمد. لا 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 ما في كذا ما في كذا. أحمد. تقبل. نقرأ هذا. إيه ورا ورا. بالبطيء شوف بالبطيء. سلو موشن. يضحك يضحك إيه يضحك. ايوه ايوه يا اخي عيب ايش اللي عيب طيب ايش اللي عيب هد هد انت وياه والله ما دفلت على الصوره واللي بيني بين نواف اكبر من شيء ايش سويت طيب يا اخي عيب ايش سويت عيب عليك انت يا مسلم لا تقول لي معي ايش سويت يا اخي عادي ممكن كحيت ممكن كيف كحيت يقول ممكن كيف كحيت بالله دقيقه كيف كحيت يقول ممكن كحيت اول يقول كحيت دقيقه الحين يقول بعد اذنك كح كيف كذا بالله معجب بالله معجبك بعجب منظرك السيء بالله منظرك المزري احمد يا فهد فهد انا بسالك سؤال ليش كل ما طفشت رديت على احمد لانك انت قاعد تدفل على صور الناس مريض عيب 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 يا جماعه الخير انا اللي رحت قلت انا رحت قلت حبها انا اقول انا قلت انا مو انا مو انا أحمد أنا ما ودي الشيء هذا يطلع عندي يا حبيبي والله العظيم يا أخي صل على النبي والله إحنا نبي نوضح شيء يا أحمد ظهر على الشاشة صل على وتداولوا اسمع أنت تدري المقطع هذا تداولوا كثير صار في تساؤل عليه أنا عندي ثلاث نقاط يا صديقي طيب وبيوضح لا حياء في الدين طيب ولا حياء في العلم ولا حياء في كشف وتعرية السيئين ما في حياء عادي أبو دعيرم تفضل أحمد أحمد أنت كان معاك كوب صح؟ إيه يا ولد مخرج والله ما أدري مخرج مخرج انت كان بيدك كوب حطوا اللقطه على محمد حلو كنت ماسك كوب زين يعني لو بوسه كذا بوسه كحه يا اخي ايش بوسه ايش بوسه حتى وايش بوسه ها شو سويت شو سويت اجل ايش تفلت عادي انا شفت جد والله ادري والله عيب انا عيب عليك عن انت مو علي انا المقطع لك وش اللي تقول بوسه هي بوسه ولا تفله ولا كحه بوسه ولا تفله ولا شيء شنو فيك جني انت فيك جني والله العظيم هذه الحركة رد أكيد إنكم شايفين أنتوا دائما تسيئون الظن ما سيئنا الظن شغلنا لك المقطع يا أحمد المقطع احنا نبي نحسن الظن حسن لنا الظن احنا أسأل الظن حسن الظن شنو سويت إلا هو عالم الغيب والشهادة رافع سبع منزل سبع إني ما دفلت على صورة نواف ما قلنا احنا قلنا ثلاث حالات قلنا لك ثلاث حالات طيب خليني أكمل يا أخي خليني أكمل شو تفله شنو سويت شوف 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 بوسة سبحان الله شوف 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 كم الخيارات محمد سامي الله اكبر ثلاث ثلاث خيارات ترك ايش هي بوسة قال لا بوسة قال عيب عيب تفلة قال عيب عيب كحة هذه قال يمكن قال يمكن 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 انا مريض دقيقة دقيقة يا فهد ها اللي بيني وبين نواف والله والله احنا ندري بعيدا يا طيب خلوني اتكلم يا مسلمين يا اللي بينك وبين نواف اللي بينك وبين نواف زعل وصل للتدليل انا لله وانا اليه راجع اسكت اتكلم تفضل احمد ممكن ما هذا هذه قاطعني هسه اخلص جملتي تفضل طيب اللي بيني وبين نواف والله انه ممكن من احب الناس اللي احبهم في القريه اجيك كذا دفنته الله اكبر هذه فيها ما في شيء هذا مفهوم الميانة شوف هي مالك الا حل واحد حل واحد دقيقه فهد اكمل فراغ التالي ضحك بدون سبب ام الادب لانك انت مضحك انت والله منظرك مضحك شو انت انت شر البليه انت شر البليه المضحك دقيقه انت فتان تبغى تفتن بيني وبين نواف بس لا تتهم لا تتهم يا احمد 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 تبطي هذه حركات بس بوضح لك اسالك بالله بوضح لك انا اتهم والله انك انت اللي رحت خليت ايد احمد حنيف قلت دفل على صورته لا 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 انا ما ودي والله احمد والله اني مستاء ان هذا المحور يطلع اليوم والله لكن هذا من كلامكم اسمع والله هذا المقطع اللي قاعد تقولونه يا احمد هذا المقطع يا عيون احمد الاكثر تداول حاليا نبغى احمد يوضحه وش الموضوع طيب انا قاعد اقول لك انا اقول لك ما لا يعرضونه واجد عيب قاعد يبرر بعيدا عن المقطع لا لا يطلع الشاشه كذا بعد اذنك بعد اذنك تفضل احمد بعد اذنك احمد حنيف عيوني وسم شوف في حركه راسك هني
لغه الجسد تقول انك يا تفلت يا بست يا كحيت، استبعد اول ثنتين ارجع استبعد اخر ثنتين ارجع اول واحده اللي هي ايش؟ بصق انك يا يعني تنفث انت تقرا عليه تقرا عليه شيخ تقرا انا خايف عليه من العين اخي والله شوف يا اخي شوف يا احمد احنا في شيء يفتهم ابي يرد على المقطع بس في شيء يفتهم طيب ابي يرد ما خليته يرد يا احمد شنو التصرف بعيدا عن علاقه سين من الناس لو ان الصوره علامه استفهام شنو الحركه اللي سويتها قول كحيت خل الحين بصدق عاد يا انا قلت كحيت انت ما تصدق يلا صدق صدق انا لا ما تمشي انا صدقتك يلا كحه يرجع راس جسمك يا استاذ محمد دعيرم كحه يرجع جسمك يا استاذ محمد دعيرم لا عادي عادي ما يرجع عادي قدام ليش اقول لا كح 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 ما كح اسمع لا 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 يا محمد خلني اتكلم جيب لي صوره نواف عياش كح لا 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 دقيقه والله صدق صدق دقيقه بعد دقيقه يمكن تجيك حساسيه من نواف عياش اصبر اي طلع صوتك اي لا 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 بدون فهد بدون خليه اي بدون احمد بالله طلع احمد لا 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 احمد بين تبريرك على المقطع طيب بدون ما يقاطعني فهد بانسى تفضل طيب اول شيء عيب اني اقعد اروح ابوس صوره شخص او متعز. اني اتفل على صوره شخص لاني متعز. انا اكبر من الشيء هذا واحنا متربي هذا الشيء الاول الشيء الثاني انا ونواف يلزمني مره واحب الانسان على الصعيد الشخصي دقيقه بالله خليك كمل تبي دقيقه الشيء الثاني انا ممكن تحركت بس اني تفلت وانتم بالكرامه والله ما يسوى يعني احد الاسباب ان نواف عياش لو غير نواف عياش بتسوي نفس التصرف هذا يا اخي كله ما احبهم بس انا انتوا اخترتوا نواف لان امس فهد ما اخترت ما اخترنا انت اللي اخترته دقيقه في 7000 صوره طيب يمكن احب الشخص انا ليش نواف امس يقول فهد نواف واحمد ما بينهم مدري ايش والله يا احمد حنيف اني ما ابي اشارك بالموضوع هذا لين يا اخي لقطه غريبه طيب خليني اتكلم انقذ نفسك يا اخي خلاص انت اول شيء تقول ما بينهم دقيقه فهد معيان يقول امس احمد ونواف بينهم تتش ولا يدانون بعض تمام انا رحت لصوره نواف ممكن احبه انا احب الرجال رجال عشان كذا عشان كذا جاك رعاش طيب تقول انت تقول يبي يثبت هو يقول انا ما حبيت لا بعدين يقول انا لا يا شيخ محمد سالم يا اما يا شباب استح على وجهكم والله عيب احمد انت اللي استح انت اللي استح حتى انا يا فهد اقسم بالله استح على وجهك يعني مسوي فقره لك تقول لي انا تفلت صح يا لا 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 دقيقه 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 صح اه والله ما هو حق مع حق يا اخي نستي على وجهنا يا اخي انت وقفت تو الصوره فمن الخشيه ارتعشت عرفت ولا انت ما دخلت الخشيه احنا ظلمناك انت وانت نواف بن عياش ما انتم في احزاب متفرقه ولا دفلت عليه صح 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 يا مسلم لا تسوي تمرر لا تمررها انا نواف اكبر من كرامه ايش تبغى؟ كلامك في الهواء لا يضر ولا ينفع بس انا نواف اكبر من الشيء هذا انا رحت رحت تبوسه ولا تتفضل انت يا احمد حنيف انت 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 يا احمد حنيف انت انا اسميك اعذرني اسميك صغير هذه القريه انت يا احمد حنيف تشوف نفسك اكبر من هذا البيت من انت عشان تسميني سويت اسوء منه يا حبيب من انت عشان تسميني انا يا حبيبي استاذ من انا في تاريخي ما عمري دفعت على احد بشيء يا رجال ما حد دفع عليك يا رجال واسك انا في تاريخي انا في تاريخي يا احمد حنيف تاريخك كله صراع ما عمري سويت كل الاتهامات كل انا في تاريخي يا احمد حنيف ما عمري سويت احزاب ايوه يا محترم يا محترم احمد انت شخص فتان لا 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 تحب تسولف وحديث كلامك في الهواء انت ضعيف يا احمد الضعيف والله ضعيف نظرك والله انك ضعيف طالك بالكلام طيب احمد قوتك خلاص في وجه نواف بن عياش وفي وجه شوف انا احب الصاطي وانت واحب الصامل والله اذا لو والله لو انه صامل هذا ان يروح لنواف بن عياش ويقولها في وجهه ما تروح للصوره وللجدار هذا حجمك الجدار لا لا نعم طيب احمد احمد عيان لن تستطيع احمد احمد بعيدا عن حديثك مع فهد بعيدا عن المحور والله اني مستاء ان في محور اليوم في فقره النقد مثل كذا لكن هذه رده فعل طبيعيه لمقطع ظاهر سمعنا تبريرك سمعنا كلام الشباب في شيء اخير تضيفه اضيف ان فهد دائما لا لا بعيدا عن فهد لك اللي في اليبي حتى انا متربي واكبر من الاشياء ذي كلها هذا عشمنا فيكم شكرا لك الله يعطيك العافيه انا من اكبر وانا اصغر وانا متوسط من يتحدث عن المحاور لا من متسابق او غيره ليه هالمحور يجي او هذا المحور اللي ظهر على الشاشه يا حبيبي كل ما يظهر على الشاشه انا من حقي قابل للنقاش يعني خوف على المحتوى الذي يظهر وكذلك
حرصا على نظافه الشاشه وجودتها لازم اناقش. صحيح. حتى اذا صار مفهوم خاطئ انا اجي انقل الصوره اللي هي مفهومها خاطئه وارميها هنا اشوف الموقف كامل. يحط لي كلمة عن الحدث هو يتكلم عن العلاقه. صح. انا يعني ما قدرت افهم اي شيء من يعني يا ولد حتى ابي اقول لك يعني مثلا بست بوس حبيت خشبه لا قال عيب حتى البوس عيب شاي انا هو كان يشرب انا قلت له انت كان معك كوب كنت اشرب المشكله فيه في بقى شاي بحلقك على الاقل في مشكله فيه انا بيله ما صار قبل الحلقه كنا نقول ان اكيد العذر حق ايش اني والله انبسطت فرسلت له قبله صحيح قبله محبه اي عارف كنا نتوقع هذا العذر يوم قلنا قبله قال عيب يوم قلنا دبله قال عيب يوم قلنا كحه قال يمكن ما في شيء مبر لا في البدايه قال كحه قلنا لا ما صحيح قال طيب يمكن كحه طيب اعطوني محمد جابر تخيل اعطوني محمد جابر في الكوفي شروم الممثل محمد جابر البطل المسرحي النجم اوه يستاهل محمد جابر عزيز ابى اكمل بس نقطتك حسبي الله عليك احمد اللي عن احمد اللي قال يمكن ايه اللي هو قال في البدايه اول ما جاء قال انه كحيت لكن عزيز كل ما يظهر اليوم في البرنامج لابد ان يطرح ضروري خاصه اذا صار في تداول احنا نبغى نبين مساحه يعني يمكن المتسابق ما شاف اللقطه دي ما شاف المقطع انتشر ما شاف ردود الفعل اللي صارت له فانا اضع له هذا المكان وابدي وجهه النظر العامه والراي العام اللي ظهر هو بامكانه يرد للاسف انا اتوقع الى الان ان بعض المتسابقين يعلم برده فعل الجمهور وهذا الشيء اللي ينفخه ان القهر برا ينفخونه ويطيرونه في العجه وهو هو ولا شيء هذا اللي يدبل لسانه طيب محمد يجيك هنا من شحن حتى نقول برر انقذ نفسك من هالتهمه اللي انت فيها يقول والله علاقتي مع فلان زين يا اخي علاقه والله العظيم عطى خيارات والله ما قد عيب ناقص ابو شهاب لا يعني ما والله ما حتى يحلل في الورقه انا ما اتوقع انه يعني مستحيل بس يقنقل انا اتوقع احمد حنيف يقدر يواجه نواف عياش انا اعتقادي يقدر يواجه ما سوى الحركه بدون يا شباب بدون نتدخل في الامور هذه خلوها محمد جابر موجود لكم لو بينهم شيء مثلا لا خلوه ما انا ما ادري بينهم شيء اكبر منها اي محمد جابر موجود حياك الله محمد الله يحييك حلوه الشخصيه محمد طول عمرك محمد كيف البرنامج معك معجبك ماشي الامور ان شاء الله معجبني تتمنى تستمر ان شاء الله الى متى الى 90 باذن الله طيب بديت ناقض كلام ظهر لك لكن قبل اتكلم معك فيه هل يجيكم احد يقول سووا كذا على الشاشه دن مثلوا ما حد احنا قاعد نعيش الواقعيه طيب هذا احنا كذا برا احنا جوا طيب ما بنتصنع حتى لو جاء وكلمني بقول لا ما يا سلام عليك طيب واقعيه 100% خلونا نشوف مقطع يعني ايش رايك فهد انا اشوف محمد جابر واقعي افضل واقعي اعطونا مقطع بس واقعي يلا ابدا المسرحيه الثانيه يلا هي ابدا المسرحيه الثانيه انتم المسرحيه احنا اصلا واقعيتنا كلها مسرحيات باقي الحمد لله على كل حال طيب انا بسوي مسرحيه ها وين الحالي والاستديو حان وقته محمد مرحبا بك شفت المقطع الله يحييك لا ما فيك انت شغل الربيز ولا وش شفت المقطع اي بالله شفت المقطع تفضل ابو دعير محمد جابر على الشعيد على الصعيد الشخصي انت من افضل المتسابقين اللي اشوفهم على الشاشه الله يطول عمرك تبي الصدق والله الله يسلمك ان شاء الله انت الحين قلت واقعيه ها الله وبعدين المسرحيه انت يعني مسرحيه واقعيه اقول لا اله الا الله حق لا اله الا الله ابرر لك الموقف ولا إيه اكيد اولا يا طويل العمر السلامه انا والله الذي لا اله الا هو مسفر ما كنت في الجو نهائيا كنت اتابع المسرحيه وجاء قال بسوي مسرحيه طلعت لا اراديه قلت حياتنا مسرحيه كامل هذا الكلام الصحيح اللي يطلع في الاوقات اللا اراديه نعم هذا لا ارادي هذه واقعيه هذه انا ما تصنعت لا هذه والله اصلا والله الذي لا اله الا هو ما ادري كذا انت اثبتت لي ان من كثر الواقعيه اللي انت فيها وقعت نعم وقعت في ايش؟ صرت اوقع واحد ليه؟ تقول مسرحيه انت عايش في مسرحيه كبيره ما يمكن ما كانت في جو انت تتصنع على الشاشه؟ لا ابدا زين ليش تقول انا مسرحيه ممثل انت؟ انا ايه يمكن بشوف يعني ممثل يعني ما ادري والله ما ادري لان الحين ما اكتشفت الموهبه هذه مو الموهبه اللي تظهر فيها الكاركتر اللي تظهر فيه طلعت متصنع عارف متصنع ماني ممثل ولا اني متصنع الكلام العفوي كلامك عكس هو اصدق
كلامك عكس كلامك عكس كلام. انا بررت لك الموقف وقلت لك انا الانسان ما كنت في جو، ما كنت في جو الشباب كلهم، ما رقدت زين. يدينك الكلام هذا. كانت النفسيه اسمعني قول لا اله الا الله، ما رقدت زين وكانت النفسيه ماشي، وقابلت مسفر قال بنسوي مسرحيه، قلت يا محمد جابر عندي سؤال. إيه؟ محمد جابر هل انت تاخذ سيريلاك؟ لا ابدا. اي ما قلت ممكن سيريلاك انقطع. لا لا لا. طيب محمد يعني كانت الكلمه خطا؟ ها الكلمه كانت خاطئه؟ ما ادري طلعت لا اراديه. طيب الالسن ترى طلعت ترى اسمع يا فهد، فهد ترى اللي يوصل هنا ترى عطوا على لساني ما رجع. كويس حلو بس ممتاز. بس الالسن الالسن مغاريف القلوب. صحيح والله تاخذ من القلب وتقول مغراف القلب، ما على القلب على اللسان. ما على القلب على اللسان. طيب محمد محمد جابر ترى هذه ما هي شخصيتي فعلا. محمد جابر متصنع. يا انا متصنع ترى من احب الشخصيات. انا متصنع. انت تقولها بلسانك هذا التعب. لا لا تكلم عن نفسك يا ابو، لا تكلم عني. اسالني ليه؟ اسالني لماذا؟ والله الذي لا اله الا هو ما اتصنع عشان اعجب الناس. طيب اسالني ليه؟ ليه؟ لانك يا محمد جابر قبل شوي قلت ان اللي على قلبي على لساني، صح؟ على قلبي على لساني. إيه؟ طلع هذا الامر في قلبك قبل شوي. أيوه؟ في المقطع كان في قلبك وقلت على لساني. على لساني على طول. نعم هذه واقعيه. هو ايش؟ هي كيف واقعي؟ واقعي اللي على قلبي على لساني ما بأتذكر إن أنا اكتشفت حاجة. راقب وبرد. في تناقض. في تناقض. يقول هذه واقعية. والله الذي لا إله إلا هو يا فهد العيان كلامي واضح بس والله إنك تبغى تحشر. محمد جابر. تفضل. خذ واحد. يلا ها. أنا اكتشفت حاجة. إن محمد ما يعرف معنى وش الواقعية. يا ولد الواقعية أنا جايبها من برا. وش الواقعية؟ مثل ما كنت برا جيت هنا. والله ما أتصنع. في نقطة. طيب. في نقطة ثانية. أنت الحين مش متصنع يا أبو جابر. صح. الله. حلو والكلمة من قلبك على لسانك صح؟ الله هذه بسبب شيء شفته صح؟ إذن في ناس من المتسابقين وياك متصنعين. لا والله لا 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 أنا أتكلم عن نفسي. ما في لا في إيه اسمع اسمع المتسابقين ما يدخل فيهم كل واحد مع لسان يتكلم عن عمره. أنا أتكلم عن نفسي بس. أنت تتكلم عن نفسك ولا أنا أتكلم عن نفسي؟ لا تدخلني في طيب أنت معايش لحالك. أنت معايش لحالك خلي بس دقيقة باخذ وياك. أنت معايش لحالك أنت عايش ويا مجموعة ويا الناس. أيوه بس بناء على كلام مشفر أنت قلت اصلا احنا نكملها مسرحيه. طيب حلو. طيب انت مو متصنع؟ لا ماني متصنع. اجل انت قاعد توجه التهم على اخوانك المتسابقين. لا لا انت قاعد تقلبها علي ذي الحين. ما هو قاعد ما في هذا مالك. لا انت تبغى انا كلمه سمعتها شلون بحلل كلام. انا متصنع. انا جيتك الكوف في شموم هنا اتكلم عن نفسي. انا ما اتكلم عن اخويا. انا ما جبناك عشان تتكلم لي. كل واحد معك على مقطع كل واحد بيعرف يتكلم. انا جيتك هنا اكلمني عن نفسي واجاوبك عن اللي عندي انا. طيب محمد محمد جابر اسلم. هل انت ضايق من البرنامج؟ لا بالله. ليه طلعت في مقطع تقول والله اني اتمنى اني انا اللي طلعت؟ لا المقطع هذا طويل السلامه طلع تخبر يوم طلع كله نفسيه كله يعني كل اللي تقوله ما هو بخاطر. سؤال هل انت نفسيه انت؟ انا ايوه. لا والله لان كل الكلام اللي تقوله تقول نفسيه نفسيه وبنفس الوقت يقول الكلام اللي يطلع من القلب على طول بلساني معناته كلام ده من قلبك. انا نفسيه. انا نفسيه. ها هل انت كئيب؟ لا ونفسيه. لا طيب ليش كل اجاباتك كل ما سالناك عن زعل قلت والله نفسيتي نفسية؟ طيب كئيب. انا اتكلم نفسي. عن عمري اقول لا لا انا ما جبت طاري النفسيه يا فهد معيان. يا 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 فهد الله يخليك لا تحاول انك تقلبها. الكلام واضح. انا اقول لك اتكلم عن عمري. انا ما قلت انا نفسيه. انت الحين قاعد تجيب طاري النفسيه عشان تقلبها علي بس. ليش قلت طيب مني؟ طيب سؤال يلا نعيد السؤال. ليش قلت ابغى اطلع؟ ها ليش قلت ابغى اطلع متى؟ ليش يوم طلع يوم طلع يوم طلع مسفر رفيقي اللي هنا الربع كلهم يدرون اني انا وياه فراشنا جنب بعض من يوم نصحى مع بعض ونطلع مع بعض ونرجع مع بعض. وافي يا اخي مشاعري قالت الكلام هذا يا اخي ما هو وافي يا ابو جابر تجاه خويي وانا اشوفه طالع من برا. جيبوا لي دكتور نفسي ابو جابر. وافي يا محمد ابو جابر لبيه. دامك ما انت بنفسيه وامورك كلها اوكي تسمعني؟ اسمع عطنا هذه مالت اشهرات. اي والله نبغاها خلها بعدين بعدين. لا لا الحين 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 انا بعدين خلها بعدين. ولا تخليها خلها لا اله الا الله. شوف هذا يثبت اقول لا اله الا الله. اشغلت الكرنفال واشغلت اخوياي هنا بقول لكم هنا بعد. ايوه المسلمين حتى اللي تعملون حق محمد جابر اول مره نطلبها. اوعدك وعد انا ابشر بالسعد على نفس اللحن. انت السعد بيكتب لك محمد بن دعيرم كلمات. يلا. انت ذاك اليوم تقول ما حافظ على اللحن. خلاص خلها يكتبها لي والله اني اقول لك. طيب لا لا عطنا اللحن بعطيك لحن بس. يلا يا محمد. لا 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 لا
شكرا لك يا محمد. لا هي كذا هذه والله ما هي الله يحفظك بذل موجود خليها في المسرحيه ماشي فالك التوفيق جدد من روحك وفقك الله هلا هلا يعطيها العافيه شخصيته جميله والله محمد من اجمل الشخصيات الموجودين محمد جابر انا عندي صراحه انا تضايق اذا شفته يقول ما ابغى اكمل البلا يا اخي كل شخص ما ادري هو البلا منا احنا لا حبينا شخص خرب والله اني صارت تدري وش لا لا انا احب لا 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 واحب دنعم صارت واحب مشعل لا 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 وقف صارت لا مدحنا شيء يصير مدحنا الجلسات الطربيه امس البث كل جلسه طربيه ما لاحظتوا كل ابس والله يا في ناس متغيرين تغير والله العظيم للاسوء طبعا اي طبعا كل اللي قبلك يا اخي احس بكلفه وانا اشرب الشاي في هذا الكوب تحس به متكلف اعطوني يا الربع في نبي مسفر السعدي مسفر اعطوني اياكم في شروب يا اخوان طيب في فيديو لك تبيني اعرضه قبل يجي لان الفيديو طويل مسفر السعدي تجي في الكوفي شروم عطنا الفيديو بكره يا ريت نبغى نتناول فتره البورصه تناول تفصيلي ابشر ضروري بكره ابشر في تحليل عندي كامل لها بس اليوم ما اضفناها تدري ليه؟ لانها انتهت بدت حلقتنا بيني بينك فقره البورصه والله اهم من محمد جابر ومسفر السعدي واحمد شريف ومع ذلك على بدايه فقره النقد بعد البورصه بالضبط الا ان سلطان جاينا باحصائيات دقيقه جدا الاصدات المتسابقين جاي عندي اسئله جعلها اسئله عطونا بس مسفر السعدي وفي كلام بعد محور مهم لازم نناقشه الحين عطوني مسفر السعدي وعطوني المقطع اللي ظهر له النواف بن عيش نبارك لابو علي بوه صدق اخذ الحصان سم مسفر جاهز جاهز ارحب يا مسفر ارحب انت شلونك الله يطول عمرك مسفر لبيه علوم مشاكلك ما عندي مشاكل ما فيها مشاكل افا لا ما عندي مشاكل حبيبي طيب مسفر انت خلال ال 48 ساعه اللي راحت افضل شخصيه بالنسبه لي الله يسعدك والله تستاهل من افضل الشخصيات جعلبك في بس الجامعة. اليوم الصبح ميلت شوي هجت معك هجت رجعت ما ادري هي لا 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 هذه شخصيتك الصح ولا ذيك ما ادري وينها لا لازم تهج هي وش هجت فيه والله ما ادري عاد الهجت والله ما ادري عنها تبى المقطع عزيز اذا في حل المقطع اعطونا المقطع الله يستر شيء والله ناسب الموضوع ها انا هو جاب دنعة لوين يخبطنا هالشيء اكبرهم وهبلهم لا حول ولا قوه صدقنا من جسم من الله والله ما لعب والله ما لعب كل شيء له له شغله بس الجماعة يا أخي ما لها دخل في كبر الجسم صار هذه روح طيب ما لازم إنها توزع بين الناس ألعب عشان روحي طيبة إيه يا أخوي يلعب وشو أنت عن شكله هو يلعب أم محمد جابر شوف شكله شكل محمد جابر جنبه شو ذا حشان يلعب ما يجيك برجر دبل برجر هذا دبل برجر بين وين رحت مسفر؟ على قرية تتفق على سيناريو؟ لا والله ليه دايم مسفر إذا طلبناك تروح تسمع منهم وتجي؟ لا والله ما سمعت أبي سكر الباب كان فاتح ولا بيزعاجهم سكر العصا ما كانت معك صح؟ لا موجودة بس طيب مسفر عزيز تفضل مسفر صبحك الله بالخير يا مرحبا أنت ونواف عياش نفسكم نفس الرياكشن اللي يقول إذا تبي حسنات مر من قدامهم ها صحيح ما اسمع كرفة لا تسمع مسفر في حال انك ما بغيت تلعب تعذر في اخوياك لا ها في اول شيء انا حال المحتوى اول شيء في حال المحتوى ما جاز للاستاذ مسفر اول شيء على نهايه البث تعباني مضبوط احقك وما حبيت والله الجلسه الصباحيه لكن جاني نواف بن عياش وانسدح من جنبي وقام يصرف لي من السوالف اللي تسمعها ما حبيت فعاليات اخوياك لا انا حبيت بس شفنا علي عساف بينهم كبير في الحجم ايه ولا يعني ولا عشان هم شارككم في 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 اتخاذ القرار دايم لا كان كنا جالسين وعلي بن عساف كان جالس بينهم كبير كان يقول كذا يعني نواف حلو. نواف اللي جاب لك الموضوع ذا اي فتح نواف الموضوع يقول نواف اللي يجيب المحشات يقول يا اخوي يقول يا مسفر يا اخوي علي بن عساف شوف ابو جابر من جنبه وصغره وعلي بن عساف وشكله حبيت جلسه المحشات ذي لا 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 يعني نواف هو اللي يحبها يا اخي نواف الله يهديه
الله يهديه. ناقدن على علي عساف شكبره شعرته صح؟ جيم ستارس لا ما نقدنا عليه الا يوم قال كذا يقول نواف اي صح صادق وما نقدت على عمرك وانت تهرج على خويك والله كفو ابو عساف وهذه سوالف متداوله بيننا ايه انت قدت عليه بس ما نقدت على عمرك وانت تهرج فيه لا 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 ريالتي ريالتي بس ايه ريالتي حقك انت نواف ايه حقك العاده بالنسبه للسعدي طلع من الصوره وضرب في وجه إيه نواف بن عياش إيه هو نواف بن عياش هو السبب ولا انا جالس مالي نفس بس نواف بن عياش هو جاني تك علي وقام يذب على الشباب وانا اسمع ولا انا ما ودي والله ما اسمع والله ما ودي بالصباحيه بس نواف بن عياش نفس سالفه الربع ساعه تعرفها الربع ساعه اول شيء نعيما تعرف الربع ساعه اول شيء نعيما أيوة. رغم ان الشنف ما ضبطها الحلاق صح انا بعلمك انا بعلمك ربع ساعه للبارح بتعرفها انت يعرفها عرفتها يا مس ربع ساعه لا ما يصير وش هي الربع ساعه حقت ايش حقت البارح حقت علي عساف ربع ساعة فلان ما قلت علي عساف أنت اللي قايل أقل ما قلت لا بدون فهم لا أنت قلت اسم تبغى أقوله ولا تقوله لا والله ما قلت أحد لا 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 تحل استغفر الله استغفر الله يا عيال أنا بسألكم سؤال خلاص أطلب طلبة ما عاد أقول ما نبي خليه يطلع هل كوفيش الروم خلاص خلاص يخليكم تحلفون كذا كذب ولا وش يا ولد لما جينا هنا جانا بلا في الحياة يخرج من الحياة ترى عادي تخطي لا تحلفون كذب لا والله تحلفون علينا وتطلعوننا احنا الكذابين لا والله مجاري والله مجاري من الكذب لكم الحواتن غامه لكن فهد يا اخوي فهد ادخل لي في الزوايا ان الله يخرج في ذا اليوم انت اللي جاي في الزاويه ذي انا مسفر لانك انا عارف الموضوع لانك نفس شوف شوف انا ترى انا شوف انا 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 مهني ولا احب اكشف اللي خلف الكواليس الا في حاله اذا حبيت ابغى اربط شيء يعني مثل ما علمنا الاستاذ احمد عبد الرحيم امس صحيح يلا معلم جديد صحيح اذا بغيت اربط شيء على الهواء وربط شيء خلف الكواليس انت اليوم ضربت الموقف هذا في ظهر نواف بن عياش وامس ضربت الربع ساعه في ظهر علي عسى خلاص بدون تفصيل والله اعلم انا احب اعلم والله اعلم هذا فهمي معلم اول شيء فهد والله ما عندي يا فهد يا وجهه يا فهد فهد اطلبك طلب مسفر من اجمل الشخصيات خلال 48 ساعه اللي راحت انا معجب فيه جدا في تغييره طيب لا تجيب السالفه مره ثانيه اتمنى ما تكررها انا جيت وطلبتك في شغلة ها؟ وأنا طلبتها ولا أعطيتني إياها مزبوط لا أعطيتك إياها جيزك جيز الرجاجي لا والله ما أعطيتني إياها إلا عاد رحت العون وقال عون أبشر سمعت؟ أما تروح لك زاوية إني أنا قلت إنك تعطي فلان ولا تعطيني خلاص الله يضيق على اللي بيدور الضيق ما قلت طيب والله ترى اسمع ترى طلبك هذا بيكلفني 100 ريال كفارة وإنا لله وإنا إليه راجع ما عليك عندي أنا طلبتك في مسفر والله بدفعها الآن بدفعها في مشكلة الحرم كفر يا مسفر استغفر الله العظيم مسفر ها أحب أشوف الشخصية اللي تتطور في البرنامج وتأدي أول شيء بعلمك بكلمة لا تشيل علي كذا أحب أشوف الشخصية اللي تتطور وفي شخصيات يأثر عليها النار. أنا ودي يا مسفر ودي أنا ترى فيك طبع مو حلو قول شو وشو إنك 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 تطبق المثل الذي يقول رمتني بدائها وانسلت دائما اذا صارت لك مشكله اذا صارت لك مشكله لازم تحطها في راس واحد يعني بعتك مثال نواف يعني السالفه اللي حقت عجز قبل شيء طلبتها في راس نواف بن عياش قلت نواف اللي بداها متى ابغى مداخله وحيده لك يا مسفر تحملت انت الخطا بدون ما تضربها بها ما تعب ما اخطيت انا جاي من برنامج هنا ما اخطيت حتى النايم جاء في علم سمي ابو دعيل حذفك للمشاكل ربعك ما تشوف خطا لا والله انا ماني بخطئ اول شيء شوف صل على النبي بالنسبة لك يا فهد بن معيان يا أخوي تراك لعبت في نفسيات العيال هذا واحد والله العظيم يعني فيه ناس تخلوا شخصيات مبطلة ومبدعين اسمع الكلام مبدعين جيت وقلت أنت يا فلان تحرش على فلان وأنت يا فلان تعلم على فلان ولا أنت بكويس مع أخوي لعبت في شخصيات الرياجي تغيرت امورك انا واحد أكبر. انا واحد يوم من قلت ذيك الايام من مصر بن فالح معلم عليكم يا ذا العيال ها وجا في خطرهم وجا في خاطر ارفع صوتك هبلش طيب عندي سؤال يا اخي خلونا عندي سؤال يا مصر عندي سؤال هل هذا ذنبي ولا ذنبكم انكم ضعاف شخصيه اي واحد ياثر فيكم يا اخوي احنا ما حد ياثر فينا طيب بتقول انا اثرت فيكم يا اخوي انت لعبت الشغله هذه كلها انت هل يؤثر عليكم ولا ما يؤثر لا ما تاثر انت ما طيب تاثر انا ما تاثر انت من اقول انك تاثر لا ما تاثر دقيقه يا مسفر انت قبل شيء تقول كثرت في نفسيات العيال صح يا اخوي يعني هم ضعاف شخصيه انا اثر عليهم
مسفر مسفر. طيب عزيز مسفر. روح روح يا اخي مثل ما قال مثل ما قال سلطان اخر 48 ساعه امورك تمام. والله العظيم حاول تبعد عن نواف عياش. والله العظيم يا اخوي نواف عياش الربع انا بقول لكم من الحين نواف عياش ابلشن كل ما جيت جاء من جنبي رجال يغليني يعزني وش اسوي له؟ لا عادي عادي ما تخاوي عادي ما تخاوي ها عادي ما عاد تخاوي عشان ما ياثر عليك يا اخوي ودي اني انا اقول روح في حزب احمد سلم سلم تعال تعال عطت عيني من الكاميرا عطت عيني من الكاميرا عطت عيني من الكاميرا يا مخرج انا هني يا اخوان اسلم اشوف عنده عنده تعال مسفر لا اول شيء لا تهز بالعصا حطها من يدك العصا ذي ايه ذي يا ايه طيب في عصا غيرها يا الشرط هدي هدي يا مسفر لا من غيرها حطها النقطة الأولى أنت ويا نواف عياش متبطحين وتحشون في الرياجيل يلعبون صح؟ لا ما أنا متبطحين جالسين جالسة رياجيل لا تبطح مو بلنا لا لا أجل الحش لكم لا ولا هو بلنا الحش أجل شو كنتوا تسوون؟ نسولف ورياجيل جالسين نسولف على واحد أول شيء أول شيء أول شيء يسوى عيوننا لا 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 كلام فاضي كلام فاضي قاعد تحشون قاعد تحشون بعد العشاف يا أخوي هذه نقطة النقطة الثانية النقطة الثانية النقطة الثانية النقطة الثانية من اللي شاقك على ذا الكلام؟ نواف بن عيال من اللي شاقك على ذا الكلام؟ مو عيب يا بابا من اللي شاقك على ذا الكلام؟ ما حد يسوقني من اللي انت تقول نواف عياش جلس ما ادري من هو اللي كان يتعشى ذاك اليوم والله انه يجي يسوق النقد وانت في حشتين شاقك نواف عياش شوف نواف لا جاي تبي تسوقنا ذاك الليل حلعت الطيب طيب كان قلتها من اول ما قلنا بن عياش وش رايك يا نواف بن عياش وش رايك في الرجال ذاك اللي يصفق ويا قال مسفر كان بامكانك اول ما سالناك قلتها قلت يا عيال حنا وضعوا سوالف اي لا تجي تقول حقي وقال لي ويلقون الرجال عليك مدخل الله يعطيك العافيه يا مسفر اول شيء انا احبك يا ابو الله يحبك وانا احبك بعيدا عن البرنامج وغالي وتسوى عيوني ثنتين شكرا لك يا مسفر وفهد معيان حاول يروح للحلاق يضبط شنبه بس روح هناك الله يستر عليك توفيق الان انا عندي سؤال عندي سؤال ايش هذا ليش عليك انت مره لي قاعد اربط احداث مو قلت والله انا ما اقدر اسجل انت ما كل ما قلنا شيء انت ما ربطت الاحداث انت ما ربطت انت خنقت الاحداث يا عيال لازم تسوي تحكم الوزن لابد ان دائما يتاكدون فقره فلاش باك هي كل شيء في البرنامج طبعا تعدل للأعوج وتزين الجلسه اللي معدل الأعوج وتعدل الخطا هذا خلاه يدوخ لا لا بعيد عن مصر والله يعني حتى خطاهم تكراره انا اقول لك معلومه مصدر اقسم مصدر لا ما عندك مصدر من مصدر من سين عين اتش كان في جلسه او كان في موضوع مخالف قوي ولا هو بزين بيصير وخافوا من فلاش باك ووقفوا اوف خافوا قالوا فلاش باك ما بقوله دائما ما ابي اقوله لكن الايام الجايه بتشوفون ان شاء الله والله انه مع المحتوى الايجابي اقسم بالله اني افرح ويفرح الجمهور عندما يطرح الموضوع اما الفكاهي ولا المزح الذرب ولا القصص ولا السوالف الزينه اني انبسط لو كان هناك هيئه لحقوق المتسابقين لكان اول متهم وضحيه لهذه الهيئه محمد طيب في محور والله العظيم اللي ويا المتسابقين هو الختام داخل مسكين طيب بس لا يعني هذا يعني لازم وقف هو طيب عندنا ما اخطا لو انه يقول انا مخطي انا هذا بقول لك يا حبيبي حق اوكي بس لا يكابر طيب لا يكابر يقول حش يقول لا احنا نسولف ابى اقول شيء منقطع يقول لا انا قاعد ترى مسفر مسفر اليوم بدا البث على باله كيف تبغى تسوقنا وانت تسوقك نواف الان كان في رسائل لكن الشيء المهم الشيء المهم مسفر انا اليوم تابعت البث من بدايته كان اول شخص حضر البث للأمانة يشكر هو نواف سلمان بعدين بدأوا يجون علي وبسام وبيض الله وجيهم جميع إلين جو كلهم الله يعطيهم العافية شكرا لهم كذلك في رسالة مهمة لابد أن ننبه لها المتسابقين يعني الجوانب الإيجابية الجلسات الجميلة لا زالت موجودة صحيح. لا زال في محتوى يطرح هادف لا زال في أداء متميز ولكن هنا يعني بعض المواضيع نجيبها علشان ما عاد تتكرر لأنها لو ما جت بتتكرر
شيء ثاني، رسالتي اليوم للمتسابقين، دائما بعد مرور شهر في برامج الواقع ترى النفوس ضيقة شوي صح. للأمانة يعني أقدر اشتياقكم لأهلكم، اشتياقكم للظهور، تحملكم اشتياقكم إيه لأمور حياتكم، تحملكم ترككم لبعض المصالح والأمور، لكن تأكدوا أن البرنامج في صالحكم بالله، تأكدوا أن هذه المرحلة هي أجمل مرحلة، تأكدوا أن دائما في مرحلة الشهر من البرنامج يكون فيه يعني ضيقة شوي، لكن بعد ما تتجاوزونها يرجع الرتم أقوى وأقوى وأقوى. والله أني أقول هالكلام صادق، بصير مرحلة التعايش، حب الأداء، حب الإبداع، وهذا اللي متأملينه فيكم إن شاء الله بإذن الله أن ترجعون لها ليكم، أن تلتقون في من تحبون وأنتم وياهم وهم خير وعافية يا رب، بإذن الله أن ترجعون وأنتم مبدعين، بإذن الله أن ترجعون وأنتم نجوم. أنا ودي اليوم أسمع من كل شخص رسالة للمتسابقين إيجابية، والله اني اتكلم جدا بعد مرحلة انا بعلمك. انا اول رسالة ايجابية عندي، انا استاذ، انا يسموني فهد ايجابي، انا اصلا والله العظيم بسوي ان شاء الله بودكاست يوتيوب اسميه على الطاولة اعطي الناس ايجابية. سجل عندك اسماء احمد حنيف جميل ومشعل القحطاني ومسفر ونواف وعلي عساف، هؤلاء ناس سيختفون في القريب العاجل، سيظهر اباطرة جدد، أباطرة مجموعة أباطرة أعرفهم، محمد جابر، سعود الحوشان، عايض الحارثي، عايض الحارثي، يا سلام عايض الحارثي بارز الآن بروز جبار، بسام صالح البلوي، بسام بسام عشق، نادر، نادر العجمي العزيزي صديقنا، والله يا نادر العجمي إنه أفضل صاحب ريالتي في البرنامج العزيزي وبدأوا يظهرون الآن معجب. هؤلاء المتصنعين المتشاحنين اللي أثاروا الأحزاب اللي ذكرتهم قبل قليل والله أن يختفوا. شكرا لك. نعم أبو دعيرم رسالتك الاخيره. انا بتكلم عن النقد. تم. احنا كاشخاص ننقد حدث، والنقد قد يكون ايجابي قد يكون سلبي، مش يعني اني انتقدت مسفر نقد سلبي قبل شوي ما راح انتقده نقد ايجابي، بالعكس اليوم بدايه البث وهي سلمان ملهي، سلمان ملهي على سبيل المثال اكثر واحد يصنع مخالفات، بس اليوم ظهوره كان جميل جدا، جميل. خدم الشاشه يا اخي، خمسة خدم الكيان، كان سوى حاجه غريبه، ايه لفت نظرك صح. يعني على سبيل المثال يعني اذا انتقدنا نقد سلبي مش لشخص لحدث، نقد ايجابي مش لشخص لحدث. انا ما يعنيني اي متسابق من المتسابقين، نعم. احداثك اللي تسويها هي اللي تحضر على الطاوله، محط النظر. والناس بشكل عام تدور على السواد اللي بالطوفه، ترى ما تدور، تخلي البياض كله تقول لك الطوفه ليش سوداء، ما تقول الطوفه ليش بيضاء. فعشان كذا احنا ننقد النقد الإيجابي والنقد السلبي. شكرا لك يا ابو دعير. أبيات لي عزيز، بس باخذ نكلم من عزيز بعدين بيتين. رسالة للمتسابقين، ان ترى هالفترة اللي انتم تمرون فيها مثل ما قال ابو عبد الله، هالفترة لو قدرت تصبر تحملها يا اخي، البرنامج الواقعي مثله مثل البالونة يا اخي، اللي قد ما تقدر تبي تخش فيها، في حال انك قدرتها وقويتها ترى سلكت معك امورك تمام، ما قدرت والله لترجعكم. احسنت، يسلم، الله يعطيك العافيه. قد ما تقدر الفتره هذه حاول انك تتخطاها، تحملوا بعض، اصبروا على بعض، حبوا بعض، اقبلوا بعض. تبغى تقطع رزق انت ولا كيف؟ لا والله يا لا والله نبي نسجه جميله. لا لا لا، ما انا ما ابغى، لا نبي الاداء، اكل عيش، الله يجعلهم متفرقين، فرق الله شملهم. طيب محمد في بيتين بس؟ لا لا ما في، خليك ايجابي. طيب اسلم، خليك ايجابي ولا تنظر لي منظور سلبي، خل في جنب السلام اللي معك مع السلامة، الكرامة شيء قلبي والمحبة شيء عقلي، أنت عاد اللي تحدد، يا محبة يا كرامة. يا سلام يا سلام. طيب هذه رسائل الأباء الأساتذة، الأساتذة الأبطال الكبار، لا تملي علي يا فهد، أبشر. الأساتذة المتميزين، أساتذة فقرة النقد فلاش باك، المستمرين بالإبداع، المستمرين بالحضور، هم من يعني يصنع يصنع نجوم البرنامج، لا تملي عليه عشان ما اعطيك بالكاسه. طيب واتمنى لكم فعلا بعد هالمرحله، هي مرحله ضغط، القادم افضل، تحملوا من اجل الابداع، تحملوا من اجل النجوميه، تحملوا من اجل من يحبكم وتحبون. كان ليله البارح، خلونا نختم بها لقطه الختام للرسام والفنان المبدع ناصر حجي اللي استمر اسبوعين في ابداعه ورسم، يا سلام، وسلمت انامله. اعطونا اللقطه تصبحون على خير. شكرا لكم. عنا بالمرصاد بفلاش باك، عنا بالمرصاد بفلاش باك، كل واحد
بفلاش باك، امدح الابداع والذمه.